معنا من كابول مراسلنا فضل القاهر قاضي، متابعة شاملة معك حول كل التطورات على الأرض، تفضل. مساء الخير كارولينا. في الواقع اليوم طبعا المشهد كان مختلفا، خاصة مع وفد حقيقة من حركة طالبان الذي وصل اليوم إلى مقر إحدى وزارات، وزارة شؤون المرأة هنا في كابول، والتي قام بتغييرها إلى وزارة الأمر بالمعروف عن المنكر. هذا المشهد طبعا أغضب العديد من العاملات من الموظفين في وزارة شؤون المرأة التي قمنا باحتجاج خارج الوزارة. كان هذا اليوم حادث، اليوم طبعا في كابول. وهناك موضوع آخر هو موضوع وصول المساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة، الطائرة 11 والتي وصلت إلى العاصمة كابول، إلى مطار كابول، وكان على متنها العشرات من الأطنان من المواد الغذائية والطبية العاجلة ضمن جسر جوي يقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا هذا المساعدات لقيت كارولينا ترحيبا من قبل الشعب الأفغاني، وخاصة أيضا من قبل حركة طالبان، لأن أفغانستان تمر في ظروف صعبة وخاصة في وضع اقتصادي غير جيد الآن، ولذلك الشعب الأفغاني يحتاج إلى هذه المساعدات، ربما قد يخفف قليلا عن ما يعانيه، خاصة مع كما تعلمون هناك تجميد لأرصدة أفغانية قد تصل إلى 10 مليارات دولار من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى. ولذلك الآن الحكومة الطالبان عجزت حتى الآن عن صرف رواتب الموظفين كارولينا حتى الآن، ولذلك هذه المساعدات قد تخفف ربما قليلا عن الوضع في أفغانستان. شكرا جزيلا لك مراسلنا من كابول فضل القاهر قاضي، شكرا جزيلا لك.